بطة خير، في حاجة؟ باباكي كويس؟ بابا كويس لكن انا لا. ايه سلامتك، مالك؟ مش عارفة، صحيت من النوم لقيتني سخنة نار، قلت اجيلك تديني حقنة تبردني شوية. هتعرف ولا اروح لحد تاني؟ أعرف. من انت بتعمل ايه هنا؟ شغال هنا ولا ايه؟ سوري يعني، اكيد انت مش جاسك في المكان ده. عندك حق، بتفهم في الناس كويس، اصلا مكان زي ده ما يدخلش دماغي. امال بتعمل ايه هنا؟ ماشي ورايا؟ بتراقبني مثلا؟ اوبرات اصلا اللي بيعجبني بيدخل دماغي، ما بشيلش عيني من عليه، بفضل طول الوقت ماشي وراه. شغلتي بقى بادي جارد. بادي جارد، يعني لو في اي حد في المكان ده ضايقني انت ممكن تتصرف ولا زعلك مني هيخليك؟ خلي حد بس يفكر. شوف انا هعمل كده ازاي، بس اللي ما اضمنوش بقى ان انا احمي كده نفسي واعمل اي حاجه ابوظ اللي بينا. اللي بينا ايه؟ اللي بينا دي حبيبي مفيش اي حاجه ممكن تكون بينا اصلا عشان تبقى لحد دلوقتي ممكن، بس قدام شويه محدش عارف. ممكن تعديني؟ نعدي. ريحان. أي نصر؟ خدي يا حبيبتي. هاتي. بسم الله ما شاء الله عليكي، اشوفك في بيت العدل يا اختي. يا رب يا اختي يا رب. يا بنت مسروعه على ايه؟ بلا نيله. طب دخلي الحاجه عقبال ما اشوف مين على البيت. حاضر. ايوه يا خبر ابيض، جرى ايه؟ يا حصلت تيجي لحد هنا؟ انا اسفه، أنا عارفة ومقدرة الظروف، بس كان لازم. بس إيه؟ أنا كنت خلاص محضرة الفلوس وجاية أديها لك، مش قادرة تصبري يومين. مش ده اللي أنا جاية علشانه، أنا جاية علشان عندي خبر ليكي مش كويس. خير الولد جرى له حاجة؟ رحاب، مش ده صوت بطة؟ في حاجة ولا ايه؟ ولا أعرف، دي بنت تعبانة في دماغها. أقفل لك الشباك لو صوت مضايقك؟ لا 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 لا، مش موضوع شباك، بس يكون في مشكلة ولا حاجة. صحيح، دي باينة حكاية كبيرة، إيه ده؟ يعني إيه يا أختي؟ أنا مش فاهمة حاجة. يعني خرج مرجعش، يكون راح فين؟ يا نصر اطمني، دي مش أول مرة يعملها، هنوصل له ما تقلقيش. مقلقش، ومقلق على إيه؟ ده ايه النيلة دي والبلوة اللي أنا عايشة فيها يا رب؟ نصرة، ما تعرفيش الصوت ده جاي منين؟ أنت مش شايفني بتكلم في التليفون؟ حل عني. النبي يا حبيبتي الله يرضى عليكي،
لو عرفتي عنه أي حاجة كلميني. بالسلامة. أحمد فين؟ إيه يا بطة؟ إيه؟ مالك في إيه؟ مالك يا في إيه؟ أحمد الحمد لله أنا لقيتك. بوشي موصاني عليك يا أوي. وأنا أعرفها من زمان، لما تقولي على حد ينفع يبقى ينفع. بجد؟ يعني أنت شايف فعلا في دوري ليه عليا؟ بصي يا آية، الحكاية مش في دور هتلعبيه، لازم تبصي أبعد من كده. الكارير ده أي حد ممكن يدخله، خصوصا بقى لو كانت بنت حلوة زيك. بصي عشان تبقي ستار دي لازمها شروط معينة، الذكاء، الجمال، الموهبة، زي ما قلتهم لك كده بالترتيب. وأنت شايف بقى الحاجات دي فين؟ أنا بس محتاجة تطوريهم يعني، ودي بقى سيبيها عليا أنا. أنا بإذن الله هعمل منك أحلى ستار. فاكر حبيبي. إيه يا حبيبي؟ أعمل إيه؟ كله تمام؟ عرفه إزاي؟ أيه؟ إياد تعال يا حبيبي. فضل فضل الإبرة دي هتريحك على الآخر يا عم عطية. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يخليك. أنا حسيت إن روحي بتطلع وخلاص بموت. بعد الشر عليك يابا، ما تقولش كده. دي كانت كومة سكر بس يا عم عطية، الظاهر تقلت في الحلو ولا حاجة. ازاي بس ده انا مخليه بالي منه. ربنا يبارك لك يا بنتي، دي لولا هي اللي واخده بالها مني. سيبها على الله يا دكتور. كله على الله يا عم عطية، انا بعدي اطمن عليك. والله انا تعبانه لك يا دكتور، مش عارفه اشكرك ازاي. الحمد لله انا كنت فاكر الحكايات فضحت. حكاية ايه كفل الشر؟ الحاجات اللي حصلت بينا في الصيدلية. الحمد لله الحمد لله. عايل حياتي بصحيح. معرفش اتلالينا من انهي ده يا ابو خجزة الفاهد. لا واخوك ايه؟ اشترى منه ولبس العمة تمام. يومين وياخده تحت باطه ودخله الكرمن واسع. ما هو نصب له السيرك ابن اللعيب. وكل شوية يابا نمرة جديدة. ايش مرة يفديه وياخد الطلقة بداله؟ وإيش مرة يجيب له الحمار في شوال؟ لا ومش بعيدة طيب، يقل بيا أنا وإنت في يوم من الأيام. ده سمناه صح وكان زماننا خلصنا، كان زمان فودة اتقلب وشبع موت، وعرابي اللي لبسها، وكان زمانك إنت الكل في الكل يا كبير. الزهر مش مكتوب لأشم نفس يا طيب، هفضل تحت جزمة فودة طول العمر، يعاملني زي أي صبي من صبيان. يا طيب انا نفسي ابقى المعلم معوض الاسمر الجام. هيحصل علي الحرام من ديني، لا يحصل. وهتبقى المعلم وهتاخد النفس يطلع من دخشيشك. بس اسمع كلام الطيب لما يقولك الصبر طيب. ازاي سايب بخجزت ده طيب؟ لو عشش في دماغ اخويا ورقت فيها هيبقى عامل زي العفريت العايم. حرام من ديني، ولا ميت زار ولا ميت مزمار بلدي هيطلعوه منها طيب. وماله زنجفل أكبر على قده ونحضر خلقه.